بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني في هذه الحلقة الجديدة على مدونة المخترع. طبعا في هذه الحلقة سأريكم طريقة تحميل أي فيديو تريده من على الفيسبوك، طبعا بدون برنامج، بدون إضافة إلى الفايرفوكس أو موزيلا. طبعا سأريكم الطريقة على الموزيلا وعلى جوجل كروم. طبعا هذه هي الصفحة، لا تنسى الضغط على زر لايك يصلك كل جديد على مدونة المخترع. طبعا إذا كنت تشاهدنا عبر اليوتيوب ستجد رابط الصفحة أسفل الفيديو، وإذا كنت تشاهدنا عبر المدونة طبعا ستجدها على يسارك الصفحة. قم بالضغط على زر لايك فقط ليصلك كل جديد. نتابع الدرس إخواني. طبعا كما تشاهدون هذا هو فيديو أحد الفيديوهات الموجودة على المدونة. نقوم طبعا ها هو الفيديو، نقوم بفتح الفيديو طبعا بالضغط على العجلة، زر الموجود في العجلة. ها هو الفيديو إخواني. فقط ما عليك هو سوى أن تحذف هذا المكان وكتابة أم، ثم الضغط على أوكي أو أنتر، ثم ما عليك هو سوى الضغط هنا فقط. هكذا تلاحظون أن الفيديو سيتحمل، وعند الضغط عليه تلاحظون أن عملية التحميل هي تبدأ الآن. هذه الطريقة الموجودة على برنامج موزيلا فايرفوكس. طبعا هذه الطريقة طبعا على جوجل كروم. نقوم بفتح الفيديو الطريقة مشابهة نوعا ما، ثم نقوم بإزالة www الموجودة هنا وتعويضها بام، ثم نضغط على اوكي او انتر عفوا. تلاحظون الفيديو، علينا تشغيل الفيديو اولا، ثم نضغط على بوز، ثم نضغط على الزر الايمن للفأرة ستجد ساف فيديو از، نقوم بالضغط عليها، نختار سطح المكتب ونضغط على ساف. كما تلاحظون ها هو تحميل الفيديو طبعا بدون برنامج بدون اي اداة. أتمنى إخواني أن يكون الفيديو قد أعجبكم. إن أعجبكم الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك، ولا تنسى أيضا الضغط على زر سبسكرايب ليصلك كل جديد على قناة المحترف. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.